في معلومات دلوقتي مهمه على انه يعني انباء متوارده عشان بس ما حدش ينسب لمين ايه انه مصر اختارت الامم المتحده اختارت الدول سماء ليبيا منطقه عسكريه عشان كده سماء ليبيا منطقه عسكريه ممنوع لدول العالم ممنوع طيران يحلق في اجواء ليبيا اللي هيروح هناك هيتضرب هيتضرب فلا طيران مدني ولا حد يقدر يقرب بقى ورونا بقى الجدعنه قلنا من في بدايه الحلقه حتى لو في طيران رايح من اي حته هيتضرب يعني معلومات دلوقتي متوارده انباء متوارده من اماكن كثيره تحذير لكل دول العالم ليبيا وسماء ليبيا هي منطقه عمليات عسكريه لمصر وليبيا منطقه عمليات عسكريه للطيران المصري والطيران الليبي محظور على طيران مدني او اي طيران اخر يروح ناحيه ليبيا نقطه.